بسم الله الرحمن الرحيم نستمر في شرح مقرر تقييم وتشخيص صعوبات التعلم ونبقى في الوحده الخامسه تقييم وتشخيص الصعوبات الادراكيه وتناول الدرس الثاني اختبار التمييز السمعي طبعا التمييز السمعي هو القدره على التفريق الدقيق بين اصوات الكلام من خلال المقارنه والموازنه بين خصائصها الصوتيه المميزه لها ان القصور في التمييز السمعي يمكن ان يؤثر سلبا على مجالات في اللغه والكلام وتعد القدرة على تمييز اصوات اللغة متطلبا اساسيا في التعلم المدرسي وخاصة في مرحلة ما قبل المدرسة وفي الصفوف المدرسية الاولى. طبعا تعتمد على قدرة الطفل على الاستجابة بالايجاب او النفي لكل زوج من الكلمات يلقى معا على مسمعه شفويا، وتتطلب المهمة من الطفل ان يستمع بينما يقرأ الفاحص ازواج الكلمات ويقرر اي يميز ما اذا كانت كلمتا الزوج متماثلتين اي انهما نفس الكلمة مكررة. أم مختلفتين يطبق الاختبار بشكل فردي ويمكن أن تكون استجابة الطفل لفظية أو غير لفظية يعني يومي, يومي برأسه يعني نعم إنها مختلفة أو غير أو غير مختلفة يعني متشابهة. لقد صمم الاختبار في نموذجين، بما ان تطبيق الاختبار لا يتطلب زمنا طويلا، يفضل ان يطبق النموذجين على الاطفال الذين يتبين انهم يعانون من مشكلات اساسيه في التمييز السمعي، يتالف كل نموذج من 40 فقره، 30 فقره كلماتها مختلفه و10 فقرات كلماتها متماثله. الان لو جينا لاجراءات التطبيق والتصحيح ونرجو المتابعه حتى نذكرها بشكل دقيق لانها مهمه جدا. طبعا الان عند البدء بالاختبار يجب ان يجلس الطفل مواجها لك أن انت كفاحص بينما يتلقى منك التعليمات التاليه، تقول له ساقرا عليك بعض الكلمات، كلمتين في كل مره واريد منك ان تذكر لي ما اذا كنت تسمع نفس الكلمه مكرره مرتين ام انك سمعت كلمتين مختلفتين، تذكر اذا كانت الكلمتان كلمه واحده مكرره قل نعم او مثل بعض، واذا كانت كلمتان مختلفتين قل لا او مختلفتين طبعا يمكن لك كفاحص ان تعيد التعليمات اذا كان ذلك ضروري يعني تبين لك ان الطفل لم يستوعب التعليمات تستطيع ان تشرحها له بعبارات اخرى متسقه مع التعليمات الاصليه حتى يفهم الطفل المطلوب منها طبعا هنالك أمثلة تستخدم لتدريب الطفل على طريقة الاستجابة من المفيد عند اختبار صغار الأطفال أن تخبر الطفل أنك ستدير مقعده يعني تواجه ظهره بحيث يسمعك ولا يراك في أثناء الاختبار بعد إلقاء التعليمات التمهيدية قل للطفل دعنا نجرب بعض الأمثلة من أزواج الكلمات اسمع كان توقف قليلا نقول كان هل قلت نفس الكلمة أم كلمتين مختلفتين يعني كان توقف قليلا كان تقول له هل قلت نفس الكلمتين أم كلمتين مختلفتين؟ انتظر حتى يستجيب الطفل، إذا أجاب نعم أو نفس الكلمة قل هذا صحيح، وانتقل إلى المثال الثاني. أما إذا قال الطفل لا أو مختلفتين أو لا أعرف، وضح للطفل المطلوب واشرح له التعليمات التمهيدية مرة ثانية إذا كان ذلك ضروريا وكرر المثال وبعد أن يستجيب الطفل استجابة صحيحة للمثال، قل دعنا نجرب كلمتين أخريين، اسمع. مثلاً مثلاً: هات! هات! توقف قول هات! ها؟ واسأل الطفل هل الكلمتان متماثلتين مثل بعض أم مختلفتين؟ واتبع الإجراءات، مثلاً: هات وبات! هات.. بات! واسأل الطفل هل الكلمتين متشابهتين أم مختلفتين؟ وهكذا.. حتى يتبين لك أن الطفل استوعب متطلبات المهمة انتقل الفقرة الأولى في الاختبار وإذا استمر ارتباك الطفل أو بدأ أنه لا يزال يواجه صعوبة في اختيار الإجابة الصحيحة فيمكنك أعطاه أمثلة أخرى من أزواج الكلمات التي تدرب عليها مثل طاب طاف بر بر وهكذا طبعا على الفاحص ان يتاكد من الصعوبات التي تظهر عند الطفل في الاستجابه لفقرات الامثله لا تعود الى قصور في حده السمع وانما هي مشكلات في التمييز السمعي طبعا بعد ان تنتهي من اعطاء التعليمات وامثله التدريب للطفل وتتاكد انه استوعب المهمه جيدا يجب الان انك تدير مقعد الطفل بحيث يواجه الفاحص ظهر الطفل يعني الطفل ينظر الى الامام وانت تقف خلف ظهر الطفل يجب ان تتم عمليه تدوير الطفل بكل لباقه دون ان تسبب له اي قلق او وهذا الأمر يعني بشكل خاص مع صغار الأطفال الذين لم يألفوا مثل هذه المواقف الاختبارية التي يمكن أن تثير فيهم نوعاً من الحساسية للموقف. يجب على الطفل أن لا يرى فمك وأن تقرأ الكلمات في أثناء تطبيق الاختبار، وكذلك يجب أن لا يرى أزواج الكلمات على صفحة الاختبار. يجب أن تقرأ كلمتا كل زوج بوضوح وبفاصل زمن يقارب ثانية واحدة بين الكلمتين، ويجب أن يعطي الطفل الوقت الكافي للإجابة في وفي قراءة الكلمات يجب أن تحافظ على مستوى مناسب لشدة الصوت. فلا يكون عاليا ولا ولا منخفضا ولا يتغير هذا المستوى، لو اتينا الى اجراءات التصحيح نقول انه في كل النموذجين لانه في الاختبار نموذجين نتبع نفس الاجراءات، طبعا التصحيح سهله اذا ما اتبعت التعليمات الخاصه المذكوره، طبعا التعليمات تكون تصحيح 30 فقره فقط وهي تقع رموزها فاء، لو راينا هنا مثلا الان في عندي فاء موجود وفي لام فيعني ايش يعني مختلف ولام يعني متماثل فمختلف ولام متماثل الان الثلاثين فقرة اللي تكون فا هي فقط التي يعني تحسب في العلامة إذا المتماثل لا يحسب في العلامة وإنما وضع ليش؟ وضع حتى نحافظ على صدق والاختبار ونرى أن المفحوص يجيب إجابات صحيحة أم أنه يجيب كل مختلف 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 أو متماثل 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 طبعا الآن لو عدنا قليلا لنشاهد بعض هذه الجداول نقول ان هذا الجدول نسمى بجدول التقدير الوصفي للأداء طبعا يعطينا التقدير الوصفي للأداء مؤشرا عاما على المستوى الإجمالي لقدرة الطفل على التمييز السمعي يعبر عن التقدير الوصفي للأداء على شكل علامة على سلم تقدير مؤلف من خمس نقاط تتراوح بين سالب اثنين إلى زائد إلى زائد اثنين أو موجب اثنين، وبهذا المعنى فإن هذه العلامة تمثل مؤشرًا أوليًا وليس تحديدًا دقيقًا للكفاية السمعية عند الطفل، طبعًا ترتبط العلامات المخصصة للتقدير الوصفي للأداء بالعلامات التائية المعيارية المشتقة من في مشتقة من البيانات التقنين، يعني الطفل ست يعني هي 60، يعني أي أنه أفضل من ستين بالمئة من أطفال الثامنة إن كان عمره ثامنة مثلًا، هذا يعني أنه أداء هذا الطفل على اداء 60% من الاطفال الثامنه وبالتالي يتفوق عليه 40% منهم اذا هذا من اتينا به من بيانات التقنين الموجوده في المقياس وتاخذ كل علامه معنى يصف اداء الطفل على هذا النحو الموضح يعني مستوى النضج جيد مستوى القدره فوق متوسط ومستوى القدره متوسط ومستوى القدره دون متوسط وعدم تلاؤم مستوى القدره دون مستوى الكفايه الآن لو انتقلنا إلى الجدول الذي يليها الآن هذه العلامات الخام المناظرة لعلامات التقدير الوصفي للأداء هذه الأعمار عمر 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 قلنا أنه 30 زوج هي التي تصحح لو صححنا مثلا والطفل حصل على 24 مثلا وكان عمره 9 سنوات الآن 9 سنوات و24 إذن الأداء لو عدنا لهذا ونرى سالب واحد اذا الطفل مستوى القدره دون المتوسط وهكذا. الان هذه امثله على فقرات هذا الاختبار والاختبار يكون موجود فيه بيانات اوليه مثل الاسم والمدرسه والمديريه والجنس والصف والفاحص تاريخ الولاده تاريخ الاختبار والعمر، والان موجود عندي كلمات دم تم هذه مختلف ودر بر مختلف جار جار متماثل وهكذا.